سلام على الوطن قيادة وشعب، سلام على الوطن رياضة وطموح، سلام على الوطن حب وعطاء، سلام على كل قلب ينبض في هذه البلد بسلام. أحييكم أحبتي من بطولة البحر الأحمر، واحدة من البطولات الكبيرة، واحدة من البطولات التي أخرجت لنا لاعبين كبار ومعلقين كبار وحكام كبار في الماضي. المزعج ماجد تابعوه، شاهدوه، راقبوه راقبوه، اتصل الآن، وصلت إلى محمد، العبها بوجه القدم، تبحث عن زكريا، هنا الطارقي، العبها على طول، هذه على طريقة مصطفى، هذه على طريقة شقيقه الأكبر، نعم على طريقة الطارق الكبير. هنا المحاولة، عدت الكرة، مرت الكرة بسلام، عدت عن كرة نموذجية، وشلون حتكون؟ انتابع ونشاهد، انتابع ونشاهد، ملعوبة، الله، عدت مرت الكرة بسلام، حتى أن ينتصر شباب العز بنتيجة 1-0. عموما انتابع ونشاهد الآن، هنا خطأ يحتسب، انتابع زكريا، ملعوبة الكرة، لفها لف، لفها لف، الله على الكرة الماضية، الله على اللمحة الماضية، هذه وين؟ هذه وين؟ هذه بدون عنوان، هذه بدون عنوان. 9 أهداف، نعم 9 أهداف سجلها الهداف الرسمي في هذه البطولة البرناوي. نتابع ونشاهد الآن، يبحث عن العاشرة، حلوة 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 حلوة، الله يا إيمانة، كاد اتصل من التوتان، التمريرة من محمد، 1 و2 منتهى الجماعية، الله الله على الانسجام الكبير، نتابع ونشاهد، الله على المرور، الله الله يا منصور تسديدة، بعيدة يا منصور، بعيدة الكرة الماضية، بعيدة، تحتاج إلى التركيز، كانت تحتاج إلى الدقة. الشنقيطي ما سيطر عليها، تتلعب الآن أمامية أمامية، انتابع الشاهد، هنا السرواني المهاري السريع، عدى مر السرواني، هرب السرواني، الله 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 يا مهند، الله يا مهند، الله حمو يمتلك قدم، تعرف الطريق، أعتقد بأنها ستكون، انتابع انشاهد الآن، وشلون حتكون يا حمو، العبها، هذه وين؟ هذه وين؟ التصدي، نعم كان حاضرا من المالكي، عم الأسطورة تطور كثيرا. أنت تذكر ربما الكثير من الأحاديث التي كانت تدور ما بين الجماهير بأن هذا الفريق، لكن بعد هذه الكرة، بعد هذه الكرة توصل الآن، يا سلام يا سلام على الإبعاد، فيها محاولة لمصلحة الأسطورة، شوف التمريرة، هذا أيوب، نعم هو أيوب، هو أيوب هداف البطولة، هداف كل الأيام يا أيوب يا برناوي، يعيش أياما جميلة عرضية خطيرة، الله الله مثيرة مثيرة هي اللقطة، ويبحثون فيها عن ركلة جزاء، لكنها تعود سريعة الآن لمصحة شباب العز، وتمريرة خاطئة تغادر أرضية الملعب، لأرضية ميدان البحر الأحمر، والله تذكر تاريخا تاريخا على أرضية هذا الملعب. الحكم الآن يعود لمشاهدة تقنية الفيديو الملعب، ومن خلال فريق البحر، ما هو القرار؟ نعم هي ركلة جزاء، ماذا هي ركلة جزاء؟ أقرها بندر الطميحي، ركلة جزاء الآن لمصلحة الأسطورة، نتابع أول أهداف اللقاء، يصدها المالكي، يعيدهم المالكي، يملك زمام المبادرة، سددها علي هارون، تحولت بعد ذلك لخالد الشنقيطي، ثم محمود ينقل تمرير، عدى 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 مر، الله
ماذا يحدث للأسطورة؟ ماذا يحدث مع الأسطورة؟ الآن وتصل مصلحتي يا شباب العز، النهائي سيكون يوم الخميس، بالإضافة إلى جواز الجمهور سيكون هناك سحب على شاشات التلفزيون العملاقة اللي ممكن تتابع فيها البطولة القادمة عبر اليوتيوب، بالإضافة إلى الجوالات وكذلك الهدايا التي ستقدم كرة في منطقة الجزاء. توصل للأسطورة، هذه خطيرة، هذه خطيرة، هذه خطيرة، تبعد الكرة ما زالت في منطقة الجزاء، الضغط حاضر والمحاولة مستمرة، لكن هذه السرعة، هذه المرتدة قد تأتي، قد تأتي، قد تكون تأخر تباطأ كرته، بتعود للأسطورة حمراء. الشنقيطي يحاول، الشنقيطي يمرر، هذه في منطقة 18 علي، عدى 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 عدى، لكن وين 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 الكرة في الناحية اليمنى لانطلاقة لمصحة الأسطورة والتمريرة الطويلة يتابعها أيوب، يحاول يحاول لكنها إلى حارس المرمى، إلى حارس المرمى. تميز هذا الفريق، ما يميز هذا الفريق أنه مهما تغيرت الأجيال يظل بطلا، يظل بطلا. هذه كرة قوية لكن مهند، لكن مهند، مهند يتصدى. يا فريق شباب العز كلمة، إلا إذا كان للأسطورة كلمة. هذه هذه عالية توصل لمصحة ديباري، عالية مهند، حاول دار وانت صاحب الدار، وانت صاحب الدار، والكرة إلى حارس المرمى، إلى حارس المرمى. نزل دي ماريا لعامين لكنه لا يغيب الثلاثة على التوالي، تبديلين وتبديل وصافرة الختام لنهاية هذه المباراة في وقت قدم أمام المالكي إبراهيم. الله دي ماريا الحنش الذبياني يسد، الله 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 الله، يا سلام يا سلام يا سلام. في المباراة الآن، الآن أمام المالكي، المالكي أوهوهو. هذه وضعها، الآن هم يقولون بلسان الحال ليتها كانت في المباراة بهذه الطريقة. حمادة الغامدي، حمادة نتابع، نتابع الآن في مواجهة مهند، مهند وحمادة، يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا حمادة. مروان والمالكي، مروان والمالكي، مروان دقوب يتقدم، مروان يسدد، مروان يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام، انت تعطي دروس. طارقي نتابع الان، زكريا على تنفيذ هذه الكرة، يتقدم طارقي، زكريا باليسرى، يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام، هو واحد من الطوارق ويضرب كالمطارق، قدم يقف الان، يقف ايوب ويتقدم بخطوات، والمالكي ايوب، يا سلام اضاعها بعد كل ذاك المديح. نعم انت تركلا بهذه الطريقة، مرحلة الجنون، الجنون المغربي ومهند، المغربي ومهند، المغربي يسدد، لا 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 بعد سجل امام القناص، القناص القناص القناص، يا اجري اجري يا حميد، اجري يا فهد، انه ملك ركلات الترجيح، انه المالكي. الف مبروك، الف مبروك لفريق شباب العز، من رحم المعاناة تولد الانجازات، انه شباب العز ولد ليكون في منصات التتويج، ولد ليكون في منصات التتويج، من اسمه شباب العز، اي انه ابن عز، اعتاد على العز، على المنصات يرتز. هذه